أعزائي المشاهدين، يسعد مساكم في كل مكان. تعالوا معنا فيها أبناء المحافظة بصورة متصلة للتعبير عن حبهم وانتمائهم. تيجي نشوف مع بعض؟ يلا بينا. شباب أيقنوا أن الحياة ما عادت تمنح الفرص. تظل النبراس الذي يضيء القادم من مستقبلنا متى توفرت له الإمكانيات. يبعث برسالة إلى الجميع أن مصر ما زالت منارة للعلم والثقافة. كل ما عليك فقط أن تقف هائما أمام روعة هذا الفن. نموذج ليس هو الأول ولا الأخير ليحكي رواية جديدة وجعلتهم يحملون على عاتقهم مهمة إعانة أسرهم. كانت هذه نتاج أعمال لمدة شهرين متتابعين أثبتت أن الفن لا قواعد له ولا تحكمه أعمار. وده اليوم اللي بيستناه أي ولد وأي بنت، فغيره الكثيرين مما أنهكتهم ظروف الحياة فاعتزموا على صنع فرصهم بأيديهم. هل هي الظروف القاسية أم عدم وجود نظام وضوابط يحكم هذا العمل؟ ميديا منيا، صوت أهل المنيا.